طيب طيب حاضر. الله، اهلا ام حسين. ام عبدو، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، وحشاني والله. كمان والله العظيم. تعالي تعالي اتفضلي جوه. ده انت منوراني والله يا ام عبدو. بنورك والله يا حبيب حبيبتي يا ام عبدو. والله مالك زعلان ليه؟ اعمل ايه بس، جوزي مطلع عينه ومزهقني في عيشته والله العظيم. طول الضرب ومشيت. ليه هو عمل لك ايه؟ كل شويه يقعد يزعق له ويزعق، كل في الراحه وجاي يقعد يزعق لي. انا زهقت والله يا ام حسين. طب بقول لك ايه يا اختي؟ ايه؟ انا عندي ليكي حاجه. ايه هو؟ بصوا يا ام عبدو، جوزي كان زي جوزك كده، كان مطلع عيني في الراحه والجاي. بس انا بقى عملت له حاجه خليته يسمع كلامي ويبقى زي الشبشب. يسمع كلامك ويبقى زي الشبشب؟ عملت له ايه يا اختي؟ انا هقول لك عملت ايه، بس ده يبقى بيني وبين. حاضر. بصي، انا رحت لواحده دجاله. دجاله؟ اه، الدجاله دي ادتني كده مشروب. إيه؟ حاجه سحريه يعني. ايوه. حطيتها لجوزي في الاكل، فاكل من الاكل ده، ومن وقتها وهو بقى بيسمع كلام في كل حاجه. بجد والله؟ ازاي ده؟ مش مصدقني؟ طب تحب اثبت لك؟ اه يا ابو حسين. نعم يا حبيبه قلبي يا روح. غسلت المواعين ولا لسه يا حاج؟ ما فاضلش غير طبقين بس. طب يلا خلصهم بسرعه ولا على الغدا. حاضر يا حبيبه قلبي. ايه رايك بقى يا ام عبدو؟ بجد والله مش مصدقه، هو ده بجد؟ ايوه طبعا بجد. ده انت شايفه ايه؟ طب بقول لك ايه يا اختي، انا عايز اروح للست دي اجيب منها مشروب لجوزي والنبي. انا هعمل معاك الصح وهديلك على طريق الست دي. اتفقنا. يامك فين يا؟ ايه خرجت يا بابا. كل ده لسه بره؟ بتعمل ايه الست دي كل ده؟ ده يوم اسود النهارده. ان الهاتف الذي طلبته غير متاح. وكمان قفل التليفون. ده انا عم بقول لك النهارده يا بابا. اسود، ده ماما شكلها هتاخد علقه النهارده. يعني انت بقى بتشتكي من جوزك؟ ايوه والله بشتكي منه يا اختي، وبيطلع عيني كل يوم والله وبيزعق لي. انا عايزاكي من النهارده ما عدتيش تخافي منه. بقول لك ايه، انا عايزه مشروب زي اللي انت مديه لام حسين بالظبط. حاضر كده، بس هعمل لك مشروب احسن منه كمان. يا ريت بجد والله، علشان انا تعبت. حاضر، انا هعمل لك اللي انت عايزاه. حاضر. اتفرجي بقى. انا عايزك تركزي معايا بقى. اتفرجي اتفرجي، هيعجبك قوي. ماما، هو انت كنت فين؟ ده بابا قلب عليك الدنيا. وهو فين باباك؟ هو جوه تقريبا كده نام. يا رب يا رب عدي اليوم ده على خير. جوزي حبيب قلبي، انا عملت لك الشاي. انت كنت فين؟ ايه، انا كنت بتسوق. كل ده بره؟ انت عارفه دلوقتي انا نفسي امسكك دلوقتي اديك حته علقه، بس لولا كوبايه الشاي اللي في ايدك دي. هات الشاي. خد يا حبيب قلبي. هاتي.
معاك صاروخ. ايه ده؟ ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ هو انا بقيت عامل كده ليه يا معب؟ إيه مش عارفه والله يا حاج. ايه ده في ايه؟ انا صغرت كده ليه؟ خفت المنيله. ودي يا عبده، ودي يا عبده، ودي يا عبده. انت هنا هم بسرعه الحق ابوك. في ايه يا ماما؟ مش عارفه ايه اللي حصل، مش عارفه. اخش اشوفه بسرعه. ماله؟ هو ايه اللي حصل؟ اما رد على الست كده اقول لها على اللي حصل بسرعه. ان الهاتف الذي طلبته غير متاح الان. تليفونها مغلق، تليفونها مغلق. اعمل ايه دلوقتي؟ يا ترجلني يا هو مين انت يا ماما؟ وانا ده ابوك يانا. ابويا؟ ابويا ازاي يعني؟ ايوه ابوك يانا. هو انت صغرت كده ليه يا بابا؟ ودي يا عبده. بقول لك ايه؟ تعالى معايا بسرعه نروح مشوار. مشوار؟ مشوار ايه يا ماما دلوقتي؟ فهميني بقى يا ماما، هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا السبب، انا اللي خليت ابوك يبقى كده. نعم؟ ازاي يعني؟ رحت لواحده دجاله علشان تسحره وحصل اللي حصل بقى. يا نهار اسود يا ماما. طب والعامل ايه دلوقتي؟ تعال نروح لها بسرعه علشان ترجعه تاني. انا مش فاهم حاجه، ما راحوا فين وسابوني كده؟ ايه يا حموده، وانت لسه صاحي؟ ايه هو انت مين؟ انا ابوك ياه. ابويا مين؟ هو ابويا عامل كده؟ انت يا ستي ياه. انت مين يا ستي ياه؟ انت مين؟ انا ابوك ياه. ستي يا ستي ياه. انت مين انت؟ يا ستي ياه. انت اللي دخلك كده ايه؟ يا ستي ياه. انت مين انت؟ يا ستي انا ابوك. انت مين انت؟ ما انتش ابويا، انت حرامي. يا ستي ياه. انت مين؟ يا ستي انا ابوك. انت مين انت؟ ما انتش ابويا، انت مين؟ بص انت هتخليك هنا لحد ما اجي. ماشي، هنزل اشوف الدجاله دي واقول لها على اللي حصل. حاضر يا ماما، بس ما تتاخرش من النبي علشان المكان ده شكله مهجور قوي. بقول لك ايه يا اختي؟ ايه الاخبار؟ عملت ايه؟ اكيد عجبك. عجبني ايه بس؟ ده انا جوزي اتحول لعيل صغير. ايه؟ يبقى انت شكلك اخدت المشروب الغلط. بجد والله؟ استني كده. اهو ده مشروبك. طب انت ما قلتيش ليه من ساعتها؟ يعني انا ده لو عملته هيرجع تاني طبيعته؟ جربيه وتعالي لي. حاضر. ايه يا ماما عملت ايه؟ جبت مشروب يرجع ابوك تاني لطبيعته. طب يلا بسرعه نلحقه، ده زمانه دلوقتي قاعد متعصب في البيت. الحقوني الحقوني الحقوني. ايه ده؟ الحق حموده بيجري ورا ابوك. يا ودي حموده، ده ابوك ياض. الله يخرب بيتك. يا نهار اسود ومنيل. وادي حموده. ولا